لا يزال خبر وجود مرض الكوليرا في الجزائر يلقي بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المرة مع خبر هروب المهاجرين الجزائريين جراء الوباء. كاميرا شروق نيوز تنقلت على الفور إلى مطار هواري بومدين لتقصي الأمر إن كان مجرد إشاعات أم حقيقة، إلا أننا وجدنا أن الحركة هنا تبدو عادية جدا. سي فانجور هنايا في الجزائر الحمد لله، طفل عجبو الحال، سي ليسونسييل، اون ا باسي دي بون فاكونس اي ماغري ديسيدي سا مي الحمد لله. تري بيان افيك لو سوليل ان بلوس لا بلاج ايتي مانيفيك لا فيت دايد ان ميم تان اوسي روتروفي لا فامي لي زامي. يبدو ان سمة التهويل لاصقة عند البعض مطلع كل ازمة تمر بها البلاد، هذا ما ترجمته تصريحات المهاجرين. فرانشمون سا نو في دو لا بين notre pays est en voie de dégradation, franchement ça nous fait vraiment vraiment de la peine. C'est tout ce que je peux dire. Ça c'est à l'échelle pratiquement presque à l'échelle mondiale aussi, enfin pas mondiale mais ça va devenir encore mondial parce qu'il y a trop d'immigrants qui partent dans tous les pays et c'est voilà et ça se contamine. هي صور ايضا لعودة المهاجرين الجزائريين لغربتهم في الخارج بعد قضاء عطلات صيفية فقط، بعيدا عن أزمة الكوليرا وبعيدا عن الإشاعات المروجة.